حياكم الله مجددا مشاهدينا الاحبه، ونحن نعيش في هذا اليوم المخصص لاستشهاد ابي الفضل العباس عليه السلام، نستذكر بطولاته وشجاعته وايثاره في سبيل الدفاع عن اخيه الامام الحسين عليه السلام وهو كاشف الكرب عن وجه اخيه كما هو المتعارف. اذا وتدري يوم المولد الزاكي لما شق الخماط كانه الضرغام ليعاهد الكرار أن بكفه يوم الطفوف سيعتلي الإسلام حقا فقد وفى فنعم وفاءه بل لم يكن في نفسه نحامه. إذن سلام الله على قمر بني هاشم أبي الفضل العباس. وللحديث أكثر عن هذه الشخصية العظيمة نستضيف معنا فضيلة الشيخ علاء الخفاجي، حياكم الله فضيلة الشيخ وعظم الله لكم الأجر. مرحبا بكم حبيبي، حياكم الله عزيزي. حياكم الله وبياكم. بداية قراءة في شخصية أبي الفضل العباس، كيف تقدمون قراءة معاصرة لهذه الشخصية؟ الحقيقة أبو الفضل العباس عليه السلام هو القديم وهو الحاضر وهو المعاصر وهو الجديد. نعم، هناك بعض الشخصيات التي أخذت حيزا من الوجود لا يمكن أن يوصف، مثل شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وشخصية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكذلك شخصية أبو الفضل العباس عليه السلام الذي كما يبدو لي لم يفهمه سوى أخيه الحسين وسوى أخته العقيلة زينب سلام الله عليها. العباس سلام الله عليه ذلك العالم، ذلك الشجاع، ذلك الأخ، ذلك الوفي، ذلك الصديق، ذلك الحبيب، ذلك الهمام. العباس عليه السلام الذي خاف منه ابن سعد وخاف منه عبيد الله ابن زياد وخاف منه هذا الجيش العرمرم الضخم الهائل، والذي كان يتحدث أنه الحسين وحيدا، حتى قال ابن سعد لا ويحك يا ابن زياد لم يكن الحسين وحيدا، قال كيف ذلك بقي وحيدا، قال لا معه العباس ابن علي ابن أبي طالب، لو حمل علينا لأخذ فينا ذات اليمين وذات الشمال. أحسنتم يا شيخنا. نعم، حياكم الله مرة أخرى. آسفين لمقاطعتك. اليوم نتكلم عن الأخوة والنبل والإيثار، ما الذي يندرج تحت مفردة أو معنى تحت مفردة الأخوة، وهل تقتصر رابطة الأخوة بين الإخوان الذين هم من أب وأم واحد؟ الحقيقة سؤال لطيف وجميل. الأخوة أخي الفاضل تقسم إلى عدة أقسام يوضحها الأديب بهذه الكلمات، يقول إن أخاك الصدق من كان معك، إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الأخ هنالك الأخوة الدموية اللي هي سائدة الموجودة، أخوة النسب، أخوان شقيقان من أم وأب أو من أحدهما، ملاحظ؟ وهنالك الأخوة العقدية اللي هي أخوة العقيدة، أخوة المبدأ. الأديب يقول إلا أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. الأخ الحقيقي هو ذلك الأخ الذي يقف الموقف المشرف، الموقف السامي، الموقف النبيل في اللحظة الحاسمة. أبو الفضل العباس سلام الله عليه قدم له ملك الري وقدم له المال والإغراءات، ولكنه لم يتخلى عن الحسين سلام الله عليه، ووقف معه الموقف النبيل، الموقف السامي، الموقف العقدي، الموقف الراقي، حتى نعم قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعل إمام صادق اليقيني. العباس عليه السلام قدم كفيه، قدم عينيه بأبي وأمي حينما جاء إليه أخوه الحسين سلام الله عليه، لم يكن يعلم بأن الحسين عنده، لأن إحدى عينيه قد جمدت عليها الدماء والأخرى نبت فيها السهم، حتى قاله يا هذا امهلني فواق ناقة، يعني لحظات، قال ما تصنع بها؟
قال حتى يأتي إلي أخي الحسين أقبله ويقبلني، أودعه ويودعني، وهو ينكفع على الماء يحاول أن يوصل الماء إلى الحسين وإلى عيالات الحسين وإلى أطفال الحسين وإلى بنات الحسين سلام الله عليه. حين ذا قال له أبو عبد الله أخي أبا الفضل أنا أفضل الحسين عند رأسك سلام الله عليهما. طيب هل التنشئة الاجتماعية أو للتربية نعم نعم عذرا للمقاطعة فضيلة الشيخ، ولكن هل هل للتربية أو للتنشئة الاجتماعية أثر في تقوية علاقة الأخوة؟ نعم يقينا. جاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو ذلك العالم الحاذق اللبيب إلى أخيه عقيل قال له أريد زوجة من بيوتات العرب تلد لي أخا للحسين عليه السلام، نعم لا ينكفع حتى يقتل دونه. وفعلا أعده علي بن أبي طالب ذلك الإعداد العظيم، كان يصعده على الجياد على فواحل الجياد ويهيئه للقتال ويعطيه السيف وهكذا، فغذاه الوفاء والإخلاص والشجاعة والعلم نعم بنفس واحد وبوقت واحد. وجاء العباس مهيئا معدا إعدادا دقيقا من قبل أبيه علي بن أبي طالب ومن قبل أمه أم البنين صلوات الله عليها، حتى وقف ذلك الموقف العجيب، حتى أنه يا أخي الفاضل والسادة المشاهدين الكرام فليستمعوا إلى هذه الكلمة، مدى تأثر الحسين سلام الله عليه على أبي الفضل العباس؟ قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي وقام من مصرع أخيه العباس عليه السلام محني الظهر يكفكف دموعه بيده نعم وينادي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. وسقط لواء الحسين عليه السلام حينما سقط أبو الفضل العباس صلوات الله عليه. لاحظ ذلك الحسين العظيم الشجاع الهمام يقول الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. مدى تأثر الحسين سلام الله عليه على أخيه أبو الفضل العباس؟ العباس عليه السلام كان الركن الأساس الذي حمل واقعة الطف، كان المحور الذي يدور حوله الحسين عليه السلام، كان طيب. القناة الذي من خلاله تنطلق العقيلة زينب بأبي وأم. طيب أحسنتم شيخنا، حديثك كان يعني تمحور عن موضوع الأخوة بين الإمام الحسين عليه السلام وكذلك أبو الفضل العباس عليه السلام، ولكن أريدك تشيرنا إلى بعض الروايات وبعض الدلائل التي تتكلم عن الأخوة والعلاقة الرصينة القوية التي كانت تقع بين أبو الفضل العباس عليه السلام وزينب الحوراء بنت علي عليهما السلام. الحقيقة هذه من العلاقات النادرة في عالم الوجود وفي الحياة الدنيا، كل الدنيا في جانب، وأخوة وعلاقة العقيلة زينب بأبي الفضل العباس من جانب آخر سلام الله عليهما. تخيل أن العقيلة زينب لم تفارق العباس طوال حياتها، تخيل سيدي، وأنها جاءت من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء وهي تعيش في كنف العباس عليه السلام، وكان العباس موكلا لحمايتها وإسعادها، ليس فقط الحماية الأمنية بالمصطلح الحديث، لا لا، كان العباس مهيئا معدا إعدادا خاصا لإسعاد العقيلة زينب بأي شكل من الأشكال، وهذا فيه كلام طويل، وكان أمام عينها طوال هذه الفترات الطويلة إلى أن في واقعة الطف لم يكد يفارق العباس صلوات الله عليه أخته العقيلة زينب بلحظة من اللحظات أو آن من الآنات، وكان أمامها دائما، حتى أنه لما يأتي يستأذن من الحسين عليه السلام يقول له أبو عبد الله اذهب إلى أختك العقيلة زينب أخي أبا الفضل وتحدث معها واستأذن منها وتكلم معها وهكذا، حتى أنها لما جاء الحسين، اسمع أخي الفاضل سيد الجليل، حينما جاء الإمام الحسين بأبي وأمي عند مصرع أبي الفضل العباس لم يستطع أن يقول لها أخي عظم الله لك الأجر بأخيك أبي الفضل العباس. سلام لاحظ سيدي، سلام الله. هذه كلها معاني والله
كلها معاني وقيم ومفاهيم، لكننا بعض الأحيان نتعامل معها من جانب عاطفي فقط. عجز الحسين لشدة العلاقة الرهيبة والعجيبة بين العقيلة زينب، اندكت العقيلة واندمجت بشخص العباس، واندمج العباس بشخص العقيلة زينب، حتى أصبح كأنهما شخص واحد. أسقط عمود الخيمة ولم يستطع أن يقول لها قد استشهد العباس، اسمح لي ثانية واحدة. فهاجت العقيلة زينب على وجهها في البيداء وهي تنادي أيوا أخاه وعباسه. أحسنت سماحة الشيخ الخفاجي، في ختام هذا الحديث، ما هي الرسائل التي تبعثها شخصية أبي الفضل العباس وهي تكتسب كل هذه المنزلة والاحترام والتقدير من محبي الإمام الحسين ومن أتباع الإمام الحسين عليه السلام؟ ما هي الرسائل المستفاد منها ونحن نقرأ هذه السيرة الكبيرة لأبي الفضل العباس؟ والله يا سيدي، نحن بأمس الحاجة أن نفهم العباس كما هو العباس. العباس الوفي، وأمتنا اليوم بأمس الحاجة إلى الوفاء. نحن بأمس الحاجة لأن نكون أوفياء إلى علمائنا، إلى قادتنا، إلى حوزتنا، هذه الحوزة الشريفة العفيفة التي حفظت المجتمع، والتي حفظت المجتمع العراقي بشكل عام من بلاء داعش ومن كثير من البلاءات، ولا زالت تحرص عليه. نحتاج إلى أن نقوي علاقاتنا فيما بيننا، وأن نتعسى بأبي الفضل العباس كيف كان وفيا ومخلصا وشجاعا من أجل أخيه الحسين ومن أجل عقيدته ودينه. علينا أن نتعسى به وأن نستوحي مبادئ العباس في نفوسنا وقلوبنا قبل ألسنتنا التي قد تخطئ بعض الأحيان. الشيخ علاء الخفاجي، انضممت لنا عبر الهاتف للحديث عن سيرة أبي الفضل العباس، شكرا جزيلا لك وعظم الله لكم الأجر. شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. إذن يا مالك، شخصية أبي الفضل العباس قد نكون أو قد نكون عاجزين عن أن ندرك أو نقرأها بصورة كاملة كما قرأها الإمام الحسين وكما قرأتها السيدة زينب وكما قرأها إخوته عليهم السلام، أو كما قرأها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما عده ذخرا للإمام الحسين، ولكن على أقلها أن نستلهم من شخصيته هذه المعاني التي تحدث عنها الشيخ الخفاجي من قبيل الإيثار والوفاء والصدق في النية، وأن تكون مؤثرا بنفسك للدين، وأن تكون حافظا للأمانة. كل هذه المعاني اليوم نحتاج أن نستدعيها في حياتنا، وأن تكون مصداقا لأفعالنا وسلوكياتنا في الحياة. نعم إبراهيم، حقيقة شخصية مثل شخصية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام تستحق الخلود والإيثار، وتستحق هذه المكانة الموجودة حاليا. صرح يعني ينير محافظة كربلاء وينير العالم الإسلامي، صرح ارتبط وشخصيا ارتبطت بذكر الحسين عليه السلام وذكر عاشوراء. كانت له مواقف عديدة قبل عاشوراء، كانت له وقفات خاصة في معركة صفين حينما برز ليقاتل المشركين، قالوا لقد برز أمير المؤمنين، ولكن بعد التعرف عليه كان العباس بن علي، فلذلك هو يحمل صفات عديدة من أبيه المولى أمير المؤمنين عليه السلام. وكانت له كلمة كبيرة ووقفة عظيمة بمساندة الإمام الحسين عليه السلام طولة حياته، وأخيرا ختمها بهذه الملحمة البطولية. حسنت. ليكون قمر يصدح في سماء الأحرار. وربما يكفيه من الفخر ما قاله له سيد الشهداء عليه السلام بحقه عندما أركبه للذهاب لجلب الماء إلى الأطفال، يقول له اركب بنفسي أنت يا أخي. الله. كأنما الإمام الحسين يفديه بنفسه ويقول له اركب بنفسي أنت يا أخي. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللإمام الحسين عليه السلام، سلام الله عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.